جديد بنعرض فيه أسباب وفاة اللاعب أحمد رفعت، لاعب فيوتشر ولاعب منتخب مصر. يعني في الحقيقة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. الحقيقة النهاردة الصبح يعني بعد مرض كبير ومرض طويل لأحمد رفعت، تمت الوفاة النهاردة للاعب أحمد رفعت بعد معاناة طويلة مع المرض أثر على عضلة قلبه، يعني أثر على عضلة قلبه اللي كان بيلعب في صفوف نادي فيوتشر والمنتخب المصري. وتوفى اللاعب المصري بعد صراع طويل مع المرض، وعلشان كده اللايف ده هيتم فيه عرض ليكم التفاصيل الأسباب وفاة أحمد رفعت كلها بإذن الله. يعني في الصباح الباكر أعلنت صفحة فيوتشر على الفيسبوك هذا الخبر الحزين مشيرة إلى تفاصيل وفاته، بحيث ذكرت صفحة نادي فيوتشر على فيسبوك آية قرآنية في نعيها للاعب أحمد رفعت اللي قد توفاه الله، واصفة إياه بالخلوق ومؤكدة أن النادي تلقى هذا الخبر ببالغ الحزن والإيمان بقضاء الله. وده كان بصدد يعني كبير جدا للناس اللي بتبحث عن أسباب الوفاة. يمكن ممكن نحصر أسباب الوفاة يعني بتعود بداية أزمته الصحية اليوم 11 مارس 2024. بدأ الأمر بأن اللاعب المصري قد انتابته حالة من التعب أثناء أداء أحد مباريات الدوري، بعد كده انتقل على إثر تلك الأحوال الصحية إلى إحدى المستشفيات القريبة من الاستاد، بالإضافة لدخوله غرفة العناية المركزة لشدة مرضه. وقد كان اللاعب يعاني من مشاكل مختلفة في عضلة القلب، وكان اللاعب يعاني طوال الفترة الماضية، واللي قاله خلال برنامجه مع إبراهيم فايق بأنه اكتفى من المرض والتعب، أنه هو كان برضو بيمر بحالة نفسية غير آدمية، وأنه هو ما بيستطيعش تحمل المزيد والمزيد من التعب والإرهاق اللي بيشعر بيه. يعني هو قبل ما يموت حس بحاجات كتيرة جدا زي الأسباب النفسية اللي كان بيعاني منها طوال الفترة الماضية. برضو على طول انتقل اللاعب أحمد رفعت إلى ذمة الله بعد صراع مع المرض. رفعت كان لاعب بارز في نادي مودرن سبورت وساهم في تحقيق العديد من الانتصارات للفريق. وفاته بتعد خسارة كبيرة لعائلته والنادي ولمحبي كرة القدم في مصر والعالم العربي. الخبر كان مؤلم، أتى بعد أن أعرب رفعت قبل وفاته على طول عن معاناته من حالة صحية ونفسية متدهورة. ويعني فقدت الكرة المصرية لاعبا موهوبا ومحبوبا، وسوف تظل ذكراه عالقة في قلوب جماهيره وأصدقائه إن شاء الله. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. في هذا اللايف يعني عرضنا ليكم أسباب وفاة أحمد رفعت، وإن شاء الله يعني نوفيكم بكل جديد في هذا الموضوع. كان معكم أحمد نصير، سلام عليكم.